الإسماعيلي يواصل إهدار النقاط وفيوتشر على المنافسة ناوي. النهاردة الإسماعيلي ظهر بشكل أفضل من المباريات السابقة، بس برضه ما قدرش ياخد الثلاث نقاط من طلائع الجيش واكتفى بس بالتعادل. والداخلية حقق فوز مهم جدا على حرس الحدود يبعده عن مناطق الهبوط، وفيوتشر قدر يتخطى عقبة إنبي الصعبة بفوز مثير جدا 3-2 في الدقائق الأخيرة. فيوتشر عمال يتسحب نحو الصدارة، وبصراحة عنده كل المقومات إنه ينافس. المهم إن الجهاز واللاعبين يبقوا مؤمنين إن هم يقدروا يوصلوا للصدارة، وشكلهم نور.